إذن بداية سننصت لآيات من الذكر الحكيم ستتلوها على مسامعنا تلميذة هاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إشراف السيد محمد إخلف رئيس المؤسسة والحريص على انخراط الأسرة كشريك أول في العملية التعليمية التعلمية لمتعلماتنا ومتعلمينا. حضورنا الكريم، نحن مؤسسة الأذكياء نؤمن تماما أن كل متعلم من متعلمينا لديه قدرات واحتياجات فردية، لذا فنحن نهتم بمعرفة كل تعلم بشكل فردي وتقديم الدعم والإرشاد المناسب له. اتفقنا، ستشاركونا معنا إن شاء الله. أتعلمون لما هذه المبادرة؟ لما هذه المبادرة؟ لأنه لا يمكننا تربية جيل يقرأ ونحن لا نقرأ. في منازلكم إن شاء الله ستقرؤون الكتب ويقرأ أبنائكم معكم الكتب، ونكون جميعا قدوة لجيل يقرأ إن شاء الله. سأحدثكم قليلا على النادي البيئي داخل المؤسسة. ففي البداية غادي نحاول نعطيكم واحد الفكرة عامة على النادي البيئي، ثم بعد ذلك سنتحدث على ثلاثة محاور أساسية: التغذية الصحية، خطر الهواتف الذكية على الأطفال، ثم إعادة التدريب. يعني كنساهموا هذا النادي البيئي باش نقلوا هذه الثقافة، هذا الوعي الصحي خارج أسوار المؤسسة، باش توصل للبيوت، باش توصل للمجتمع والمحيط الذي يعنيك. كيكون تلميذ أنيف لأنه كيشاهد بعض مثلا لقطات فيها عنف، كيجي الواقع يعني كيخرج من العالم الافتراضي وكيجي الواقع كيبغي أنه ينفذها ويطبقها ويجربها على الزملاء ديالو داخل القسم. نظرا لضيق الوقت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.